هذه التشريعات الموجودة. تقديرا للمنشآت الملتزمة بمجال السلامة والصحة المهنية وتشجيعا للشركات على التميز في هذا المجال، قامت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتوزيع جوائز التميز في السلامة والصحة المهنية على عدد من المنشآت والأفراد. هذه الجائزة تعتبر من الجوائز ذات الأهمية الكبيرة، لأنها تعطى للجهات والمنشآت التي تعمل جاهدة حتى تتأكد من أن السلامة العامة لعمالها مضمونة ومكفولة، وبالتالي نحن نخفف إصابات العمل ولما لذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام. في الواقع تهدف جائزة التميز بالسلامة والصحة المهنية إلى تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل المختلفة، وتشجيع أصحاب العمل وحتى العمال على الالتزام بمعايير وشروط السلامة والتشريعات النافذة لتوفير بيئة العمل السليمة والآمنة، وبالتالي الحفاظ على سلامة الإنسان العامل، وبالتالي الحفاظ على زيادة الإنتاجية وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية. الجوائز التي تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة في المنشآت منحت بناء على تقييم ميداني قام به أعضاء لجنة التحكيم التابعون لعدة جهات، هي مكتب السلامة والصحة المهنية في مؤسسة الضمان ووزارة العمل ومعهد السلامة والصحة المهنية. كان عندنا حافز شديد جدا لدى الجميع أنه طالما أخذنا التشجيعي في العام الماضي أنه نوصل درجة أقدم، وتقدمنا وأخذنا الجائزة التقديرية هذا اليوم. صحيح، إحنا التدابير اللي أخذناها كانت الهدف منها تحسين الوضع للموظف أكثر من أنه كان الجائزة. نحن بنعتبر السلامة والصحة المهنية من أولى أولوياتنا وملتزمين فيها، صرنا فترة أطلقنا إشي اسمه خارطة الطريق بالنسبة للسلامة والصحة المهنية بالأردن بال2007، ومستمرين في التقدم وتحسن أدائنا بالنسبة للسلامة. هناك إجراءات تصحيحية في أي مجال يكتشف أن معايير السلامة العامة وحسب معايير الجودة فيها إشكالية نقوم بتصحيحها فورا. وحصلت شركة مصانع الدهانات الوطنية التابعة لمجموعة الصايغ إخوان على جائزة التميز التشجيعية في السلامة والصحة المهنية عن قطاع الصناعات الكيماوية، وقد تسلم الجائزة نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة للعلاقات العامة وتوكيد الجودة السيدة نازي الصايغ. وفي جولة قمنا بها في مصانع الدهانات الوطنية اطلعنا على ما تقدمه هذه المنشأة من وسائل تضع من خلالها العمال في بيئة عمل مناسبة، بما يحفظ الحماية الاجتماعية لهذه القوى العاملة بشكل يمكنها من ممارسة دورها الإنتاجي في المجتمع بفاعلية وكفاءة بعيدا عن الحوادث. الجائزة هذه فكرتها إجت لتعزيز أفكار ومبادئ السلام والصحة المهنية في المؤسسات الصناعية والقطاعات الخدمية. طبعا الدهانات الوطنية اهتمامها في مجال الصحة والسلامة المهنية كان قديم مش جديد، وهذا كله كان بتوجيهات واهتمام مباشر من السادة أعضاء مجلس الإدارة في مجموعة الصايغ. واستنادا إلى المعايير الدولية سعت إدارة المصانع لجعل السلامة منهجا وسلوكا للوصول إلى الهدف المنشود، وهو المستوى صفر من حوادث العمل ونشر وتطوير ثقافة السلامة بين العاملين. احنا بنطبق تماما سياسة الجودة اللي وضعتها لإدارة المجموعة، بتنعكس هاي بالالتزام انه توفير كل معدات الوقاية الشخصية للعمال، ووضع خطة سلامة دقيقة تشمل جميع نواحي السلامة والصحة المهنية في المصنع، وإلزام العاملين بتطبيقها بأقصى قدرة لديهم. هذه الجائزة التي تأتي في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية تسعى إلى تحفيز المنشآت والأفراد على بذل كل ما باستطاعتهم من جهد للوقاية من حوادث وإصابات العمل لحماية العامل والحفاظ عليه سليما معافى. لبرنامج دنيا الصحافة إلين يوسف.